ما تقول لي ايه اللي اخرك كده؟ بتوع الحي جم وكانوا هيشدوا العربيه. وعملت ايه معاهم؟ طاجن الحي كان جاهز اديته لهم، بس هيعدوا عليك النهارده بالليل. وبالنسبه لطاجن التامين الصحي؟ اه، ما هو الراجل جه وسال على الشهاده الصحيه. واديت له الشهاده؟ لا، اديت له الطاجن. ولا يا بصله، في طاجن ناقص. فين طاجن البلديه؟ طاجن البلديه اديته لبتوع الكهرباء. الظاهر ان في حد نشك شكوى علشان الكهرباء اللي عمالين نسرقها من العمود دي. سيح بقى، سيح وعلي صوتك عشان كهربك دلوقتي. هنعمل ايه مع بتوع البلديه؟ انا جهزت لهم طاجن عكاوي. حاكم بقى البلديه دول بيموتوا في العكاوي. انت هتقول لي؟ طب وبالنسبه بقى للكهرباء اللي عمالين نسرق فيها دي، ايه يعني؟ اسكت بقى. اله يا رب يطعمك ما يحرمك مني. عم شحاته، عم شحاته، اسكب ايه؟ ابوس ايدك. بقالك 4 سنين كل يوم تيجي هنا تدعي لي وتاخد اللي فيه القسمه. انت تخلع من هنا ويحصل لي حاجات مصاريفه من هنا. طب ايه رايك ادي عليك المره دي؟ يمكن يحصل لك حاجات ظريفه. يا عم لا تدعي عليا ولا تدعي لي بقى. بصله، طاجن الباميه اللي فاض من الزبون بتاع امبارح. باميه؟ اله يا رب يجعل في حنكك سكره وفي وشك جوهره. قادر يا كريم. عم شحاته، ربنا يعطيك ويعطيك يا رب يا كريم. البلديه يا عم متولي. البلديه البلديه يا عم شحاته، بركاتك. يلا يا عم انت وهو شيل الحاجات دي ورميها في العربيه بسرعه. يلا يا باشا. باشا صباح الفل. ايه داخل علينا كبس الهيد الطاجن على النار؟ ولا نعم طاجن البلديه يخرب بيت استباحتك. خلاص خلاص، رجع كل حاجه مكانها ورصوها كويس. سلام يا متولي. الف سلامه سعاده الباشا. فين يا طاجن العكاوي يا باشا؟ بتلو 100 100. يلا سلام يا متولي. الف سلامه يا ابني. يلا دور اطلع. ازيك يا ابلة شراح؟ ازيك يا حضرة الناصر؟ انا ملاحظ انك خاسة شوية. مش انا مدرسة العاب؟ بيتهيألي لازم اكون خاسة. وليه بقى؟ ما تربرب شوية يا ابلة شراح. اربرب؟ انا قصدي يعني عشان تقدري تكملي حصصك بدل ما تدوخي وتقع من طولك. وبعدين انت ايه اللي اخرك النهارده؟ مش انا كنت قايلة لحضرتك ان انا هروح على النقابة؟ يعني مش هتبطلي شكاوي وتشوفي حالك؟ ما هو ده اللي مبوظ البلد، كل واحد مش همه غير نفسه وبس. خلاص خلاص، كملي تمرينات. في زيارة لسعادتك بكرة يا فندم لافتتاح مستشفى سمالوط العام يا فندم. هم خلصوها امتى؟ من حوالي اسبوعين يا فندم. أنا شايف يا فندم إن مفيش داعي تروح الزيارة دي. ليه يا حسن؟ أنا لازم أروح بنفسي عشان أشوف إيه اللي تم هناك. الأسلم إن سعادتك ما تروحش الزيارة دي لدواعي أمنية. سياده الرئيس. وقادر عليهم يا بسطاوي؟ الحمد لله الحمد لله، والله بندعي لك بندعي لك في كل صالح. ربنا يسهل لك. اتفضل يا سياده الرئيس. يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا سياده الرئيس، اهلا وسهلا.
وبعد افتتاح السيد الرئيس لمستشفى صملوط العام انطلق سيادته بين هتافات الجماهير وترحيبها له لتضامنه معهم وإصراره على رفع المعاناة عن المواطن المصري. هذا وقد تفضل السيد الرئيس بزيارة ودية لأسرة ريفية لأحد الفلاحين وزوجته، تناول معهما كوبا من الشاي، وكانت الجلسة ودية تماما. هذا وقد انتهت المباحثات دون الإعلان عن نتائج إيجابية، إلا أن مراسلنا قد أفاد بأن مؤتمر القمة قد أرجئ إلى المحطة العام الحالي. صدف كوندليزا رايس تزور المنطقة في نهاية سيادتك فندم، شغال من الصبح لغاية دلوقتي، يعني أكثر من 14 ساعة. تحيتش في حد معايا؟ أبدأ العد يا حولة. عد بس من الواحد لحد ما النهار يطلع. سيبها ابن أختك ليه؟ رايحة مستوصف؟ الله ما نسيب عندني. سيبيه مع أم جعفر. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا جعفر، مبروك مجالك. الشكل ده مش غريب عليا. من واحد لواحد ونص عبال ما أجيلك. يلا يا أختي يلا. يا فندم اكيد ممثله جديده. والسمك مش هنقليه؟ وانت جايباه مشوي؟ لا جايباه ني. دي هبله. دي ليله زفره يا معلم. ممثله جديده ازاي؟ مش دي مسعده؟ مسعده مين يا فندم؟ مسعده مرات بسطاوي اللي قدمت لي الشاي وانا في صملوط في زيارتي الاخيره. الحقيقه يا فندم ازاي يعملوا حاجه زي دي؟ اكيد يا فندم لدواعي امنيه. ويطلع مين سيباستاوي ده كمان؟ ده فندم الفنان عبد السلام الدهشان، ممثل بالمسرح القومي. الموضوع ده ما يكررش تاني. حاضر يا فندم. بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بلاش اللي بيحصل ده انا ايام الخطوبه كنت بقدر اخد بوسه ماسكه ايد اي حركه. معلش هانت كلها شويه ونروح شقتنا ونعمل كل اللي احنا عاوزين. شقتنا؟ هي فين شقتنا دي؟ ده احنا هنسلم نمر قبل ما نستلمها. ما تكلمي الجبار خيالك ده يعمل لنا قطوع طوب هنا نتدارى فيه. مش كتر خيره ان هو رضي يتجوزنا عنده في شقته. كتر خيره ربنا ياخده ويزود عظمه. متولي. وتضامناً من سيادته مع الشباب، فقد افتتح السيد الرئيس يرافقه وزير الإسكان الألماني مشروع إسكان الشباب الذي يتكون من 15,000 وحدة سكنية على أحدث الأساليب المعمارية، رعي فيها الشكل الجمالي والمرافق الأساسية. وقد أكد سيادته في المؤتمر الصحفي على أن الشباب هم وقود الغد. عندكم مشاكل بالنسبة لإسكان الشباب؟ Gibt es bei Ihnen vielleicht Schwierigkeiten für jugendliche Wohnungen zu finden? Nein, eigentlich nicht. Das Problem besteht nur darin, dass die Anzahl der neu geborenen Jungen etwa 5-mal weniger als die der Mädchen ist. لا في حقيقة الأمر تكمن المشكلة في أن عدد مواليد الذكور تقل بمقدار 5 مرات عن التي للإناث. طب ما يجوا ياخدوا من عندنا. البلد هنا مليانة شباب هايل. Wie wär's vielleicht ein paar Jugendliche von hier aus mitzunehmen? Wir haben hier tolle Jugendliche.